الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الركن الرابع. Rukun yang keempat ini pencian menuntun nabi-nabi dan rasul-rasul. Nu'min bi annahum 'abid la yu'badun alaihi wassalatu wassalam. Dan beriman tiada tumpi nabi dan rasul ini yunan dia handam ta Allah Taala dan Allah yang kita kepada nabi dan rasul. Wa rusul la yukadzabun alaihi wassalatu wassalam. Dan nabi dan rasul kita yang jaya. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalhum lana. Dan Allah Taala berfirman tanpa أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أكمل أداء. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. بلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. وأكمل جهاد وأتوا بجميع أنواع الجهاد. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. خاتم الأنبياء ورسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر أكبر وكاذب. نعم، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. والآيات التي أدعوهم الله سبحانه وتعالى بها. والأخبار التي جاءت عنه.